فخورين بطلبة برنامج إثمار في النسخة الرابعة من البرنامج، وأيضا الأصداء الإيجابية للبرنامج، والذي سيدفعنا ببذل المزيد من العطاء ومواصلة السعي للاستثمار في طاقات ومواهب النشأ، وكذلك لتهيئتهم للمستقبل بشكل أفضل. وكذلك ننتهز الفرصة ونشكر جميع شركاء البرنامج من خلال منصتكم الذي ساهموا في إنجاح هذه النسخة الرابعة من البرنامج. تضمنت الخطة الرابعة من برنامج إثمار على عدة محاور مهمة، منها مهارات صناعة المحتوى الإعلامي، محتوى هادف ومسؤول، وأيضا كيفية التفرقة ما بين الأخبار الصحيحة والأخبار المغلوطة، وأيضا استخدام الإنفوغرافيك في القصص الإخبارية. وكذلك تضمنت زيارات ميدانية لمؤسسات إعلامية مثل هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون وقناة كارتون نتورك و CNN بالعربية. وفي نهاية النسخة الرابعة من برنامج إثمار تم تدريب أكثر من 80 طالب وطالبة خلال النسخ الأربعة من البرنامج.